البخاري يا اخواننا لا يقول بخلق القرآن ولا لفظ بالقرآن مخلوق. الدين ابن تيمية لا 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 الكتاب تاني طيب بزرق لكم نغلة واحد صغير كده يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والبخاري ده في الفتاوى المجلد كم؟ عين اللي بجاء كم؟ 12 مش؟ مجلد 12 الصفحة 433 قال والبخاري لما ابتلي باللفظية المثبتة في زمنه كان في ناس مبتدعة بينكروا خلق أفعال العباد ده موضوع ثاني طويل لما ابتلي بهؤلاء قال ظهر إنكاره عليهم كما في تراجم آخر كتاب الصحيح وكما في كتاب خلق الأفعال مع أنه كذب كذب من نقل عنه أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. البخاري بنفسه الناس اللي قالوا شنو اللي قالوا أنت بتقول يا البخاري لفظي بالقرآن مخلوق قال من جميع أهل الأمصار وأظنه حلف على ذلك قال وهو الصادق البار حلف على ذلك حتى حصلت فتنة كبيرة جدا بسبب الكلام ده وترك الناس حديث البخاري ولم يأخذ عنه أمثال الذهلي محمد بن يحيى الذهلي عليه رحمة الله وأبو زرعة الرازي وغيرهم ما أخذوا عن البخاري بسبب الخبر اللي انتشر ده ولما ضاقت الفتنة بالإمام البخاري دعا الله سبحانه وتعالى سمعه كما نقل الذهبي في السير في سيرة البخاري دعا الله جل وعلا فقال اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك قال الراوي فما تم شهرا فمات ده كان سبب وفاة البخاري هذه التهمة اللي قالوها فيه هذه التهمة والفرية ابن تيمية في نفس المجلد ده في موضع آخر رد على التهمة دي واحفظ الردود دي كلها أنا ما عندي زمن الآن أقرأ لك كلها البيهقي في سير أعلام النبلاء هنا المجلد 11 الصفحة بس أديكم المراجع الصفحة 510 كويس الصفحة 510 في المجلد 11 دافع عنه الذهبي دفاعا عظيما عن البخاري في هذه المسألة كتاب الاعتقاد للبيهقي الاعتقاد للبيهقي الصفحة 105 الطبعة بتاعتي دي اللي هي بتاعت البحوث العلمية والإفتاء بتحقيق هيئة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الصفحة كم قلنا 105 دافع عن البخاري ابن حجر في فتح الباري في أكثر من موضعين دافع عن الإمام البخاري والبخاري نفى عن أي إنسان يقول له أنت بتقول كذا نفى الكلام ده بنفسه دي مراجع أرجع ليها هذا قول أهل البدع في البخاري الذين يريدون إفساد الإسلام أنا أعتقد هذه الكلمة الهدف منها أنا ما بتهم بأخواننا ديل معلش ديل ما تلغفوا كلمة بس لقوه كويس لكن أعتقد هذه الكلمة هي من أسلحة أهل البدع لضرب الإسلام كله تاني يا أخواننا إذا البخاري بيقول القرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن مخلوق الناس حيدعوا البخاري صحيح البخاري حيدعوه إذا نصف الإسلام نصف الإسلام بكلام زي ده وأنا أستغرب إخواننا إنسان كيف يجعل قلبه عرضة يتلقف أشياء زي دي كيف يعني تتلقف فرة زي دي نفوا العلماء يا أخي هذا أنا لقيت باب كامل فصل كامل في تحقيق شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي في عقيدة البخاري مش راجع عقيدة البخاري هنا في أصول الاعتقاد دي كتب أهل العلم أمشي راجع دفاع العلماء عن البخاري دافع عنه ابن حجر دافع عنه البيهقي دافع عنه ابن تيمية دافع عنه العلماء قديما وحديثا يجي الليلة واحد ببساطة يقول لك البخاري ذاته بيقول بالقرآن إذا بدعت ذاك بدع ده يا أخي بالله يا ناس الكلام ده ما بيجي يا أخي السبب أنا أرجع وأنا ما ألوم إنسان على كلام هو تراجع وتاب منه ما بلومه عليه لكن أنا أرجع للسبب سبب المسائل دي كلها شنو يا اخواننا تتبع الشواذ
تتبع الجديد، تتبع الجديد دي المشكلة. امرق من دي بخش في غيره. يعني نحن قضيتنا يا اخواننا بقت مش انه ها دي البدعة رديناها خلاص ارتحنا، لا لا ما ارتحت. ما دام المسك ده موجود انا عندي لابد المسك ده ينتهي، لابد. والا دي ما دعوة، الا احنا بنقعد زي انصار السنة، حنبقى زي انصار السنة بعد شوية صح؟ والعياذ بالله. والحمد لله يا اخواننا في خير، ابشركم الحمد لله اخواننا في خير. وحاجه زي دي احنا بفضل الله ما عندنا ابدا ان شاء الله تعالى. انسان اخطا ولو كان عظيما يرد عليه الخطا وينبه على خطاه.